السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، تذكرت كده ذكريات زمان أيام في روسيا. كان الواحد أما بيروح المناطق الشمال غرب موسكو كنت تلاقي إيه؟ هحكي لكم على مفاجأة بصراحة هتذهل البعض. كنت روح مثلا مصنع بتدرب فيه، او رايح بس ايه زياره كده ايه لمركز تدريب ملحق بجامعه او ملحق مثلا بحاجه كانت مؤسسه عسكريه وبقت مدنيه. المهم يعني رايحين اماكن مختلفه، فالاماكن دي كل ما اروح حته الاقي بعض المتدربات او بعض فتيات موظفين اي حاجه بيبصوا عليا باستغراب انا واي حد اجنبي، واحيانا يستوقفوني في المنطقه عشان يصوروا معايا ويتعرفوا. انت منين حضرتك وبتاع، انت امريكي، انت ايطالي، انت مكسيكي. بقى كل واحده بتخمن، بقى كلهم بنات يعني. الرجاله كانت حتى برضه بحس انهم خجلانين بس انهم يكلموا راجل، لكن هي الفكره برضه الرجاله اللي واقفين والشباب الصغير بالذات اللي عنده 22 ولا كده ولا 23 ولا يمكن 19 سنه، ما اعرفش سنهم ايه، بس حاجه كده صغيره مش كبار يعني. طبعا دلوقتي بالنسبه لهم صغيرين، بس يعني ايامها كان بالنسبه له يعتبروا من سني او اصغر مني سنتين. المهم يعني فكنت اشوف وجهه نظري ان هو انا غريب، الناس دي ما شافتش اجانب قبل كده، انا غريب عليهم، فعشان كده معجبين جدا وعايزين ويتصوروا معايا. وبعد ما يتصوروا، كان ايامها الصور اللي هي بتتحمض، ما كانش فيه ديجيتال، انا كان معايا كاميرا ديجيتال ايامها اللي هي كانت اختراع بالنسبه لهم، كنت شاريها حتى من روسيا يعني. فاللي هو الناس تقول لي احنا مستحيل ندفع فلوس في حاجه زي كده، فبرضه ده يديك مؤشر على المجتمع الروسي كان عامل ازاي من حوالي 15 16 سنه. فاللي هو ان دلوقتي بيدفعوا قد كده ناس مرتبها مثلا 600 دولار ويروح يشتري ايفون ب 1200 دولار ضعف مرتبه. فشوفوا العقليه الاستهلاكيه اتغيرت ازاي. غير كده ان هل في دلوقتي بنات ممكن تستوقفني في الشارع زي زمان وتعالى اتصور معانا، وبعد ما يتصوروا معايا والفيلم يتحمض لو شافوني تاني في مركز التدريب الاقي يعني اكتر مره تحصل كده، الاقي حد جايب لي صوره يقول لك الصوره صورتها امتى دي؟ ده صوره، الاقي صورتها هي وواحده تانيه او هي وانا صورنا مع بعض، خلت حد يصورنا وبتاع، عايز اصور معاكم صوري معايا. فموراني الصوره بتقول لي جمدي لي على ظهرها بقى علشان للذكرى. فدي برضو عند الروس بيكتبوا ظهر الصوره اللي صورناها امتى وفين ومع مين. فانا كتبت المهندس محمود وبتاع، كتبتها بالانجليزي طبعا، ايامها كنت ما بعرفش اكتب روسي، كنت اكتب بروسي كده مفرط وبتاع ومش كل الحروف كنت اعرف اكتبها مظبوط يعني. فالمهم ايامها كتبت بالانجليزي في ظهر الصور. فهل الكلام ده يحصل النهارده؟ ينفع يحصل النهارده؟ تخيل بقى انه انا كنت اتخيل انه لا، بس فعلا في اماكن حتى اليوم لم تحتك باجانب. فلما انا اروح لهم يعني اقصى حد اجنبي كان شافوه مثلا من اوزبكستان، من طاجيكستان، ده الاجانب اللي بيشوفوهم، لكن الناس مثلا من الشكل بتاعنا ده لا، حاجه تانية خالص. فوجدت لسه قريب حد لموا الحاره كلها المنطقه عايزين يتعرفوا على الشخص ده، وانت بتعمل ايه هنا بقى ومش عارف ايه. وطبعا دلوقتي في سيلفي كله بقى تيك 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 تيك، لقيت نفسي قالوا نزلناها على الواتساب الجروب بتاع المنطقه ده، المنطقه ليها جروب وليها في كي وبتاع ده، نزلنا الصور وبتاع والفيديوهات فورا كله نزل وبتاع. ليه يا جماعه في لا اصل ما يعني ما فيش حد اجنبي يجي لنا هنا، يجي لنا هنا يعمل ايه؟ ده ما عندناش حاجه تتحمل في المدينه ولا في البلد. ف ده بيحصل موجود لحد النهارده. فتخيلت كده قلت ايه لو الواحد كان شباب ولا صغير، كنت قلت لاصحابي بقى ايه اللي هم من سني، لان الناس اللي من سني دلوقتي اتجوزوا كلهم يعني وعندهم عيال طولهم. لكن قلت طب لو انا كنت في شباب وكده وفي بنات يعني في عمر الظهور 17 و18 سنه، كنت قلت بقى لاصحابي اللي من سني تعالوا اتجوزوا من هنا، اهو في ناس كويسه ومحترمه، بالذات اللي بيدوروا على حد محترم وطيب وما شافش اجنبي، ما كشفش على حد غريب قبل كده. الناس مغرمه بالاجنبي. فساعتها اقول ايه فعلا زمان كنت استغرب ايه اللي بيعجب واحده روسيه، ايه اللي يعني اللي يعجبها في واحد عربي؟ ما تتجوز واحد روسي ولا واحد تتاري لما هم تتار مثلا ولا مسلمين ولا داغستانيين ولا شيشانيين، ما يتجوزوا من بلدهم يعني، والشباب كتير ورجاله كتير الحمد لله وربنا مبارك يعني، نسبه الرجاله كتير قوي في الجنوب الروسي في منطقه شيشان وداغستان، داغستان المنطقه الجنوبيه دي وارمافير وستافروف والحتت دي الرجاله كتير يعني قد الستات تقريبا، غير بقيه مناطق روسيا اللي هي الستات اقل من الرجاله. فالخير كتير، ليه ما بيعجبوا بالاجنبي بالغريب؟
عشان غريب، عشان مختلف، وربنا خالق فينا الموضوع ده. احنا ليه بنحب مثلا نتجوز واحده مش من مصر مثلا؟ اروح اتجوز واحده من المغرب، من تونس، من الجزائر، ولا تعجبني واحده تركيه، ولا واحده هنديه؟ في واحد متجوز واحده هنديه مثلا وعامل قناه يوتيوب وفرحان وطالع بيها السما، والعكس في واحده مصريه متجوزه واحد هندي وطايره بيه السما، وواحده متجوزه واحد تركي، وواحده برضه مصريه متجوزه واحد ياباني، في كل الانواع. فبنحب المختلف عادي، مش بس مصر، ده العالم كله. فاللي يعجبها في واحد اجنبي هو الاختلاف، ان هو فريد، مصطفى، مستفرد. فالموضوع ده يعني لو لقيته ممكن تظفر بحد كويس، واحده تحبك بجد، واحده مش هتبص لغيرك. فقول يعني الاماكن دي قليله دلوقتي في روسيا، ولكن الراجل جه فجاه بيجري كده، قلت في حاجه اتكسرت ولا بتاع، طريق جاي يلم الزباله اللي تحتيه بالظبط يعني. لا في ناس كده يعني يعرف حركتهم، يعني عندهم اكتف كده، اكتيفيتي، فحركته السريعه دي خضتني. المهم نرجع لموضوعنا. فلو لقيت حاجه كويسه ان شاء الله ربنا يبارك لك. الاماكن دي بقت قليله قوي في روسيا، ولكن لا زالت موجوده، وزي ما موجوده في روسيا اكيد موجوده في دول تانية في العالم كله غير روسيا. انت مضايق على نفسك بس الدنيا، وجاي تدور في موسكو وسان بيترسبورج مثلا، جاي تدور في المدينه اللي حضرتك بتدرس سماره مثلا، ولا يكاترينبورج، ولا تامبوف. لا يا باشا، روسيا كبيره، والناس اللي فيها يعني اقول لك ايه، في بنات بتقول لك ده احنا ما عندناش رجاله، ده احنا عايزين نتجوز، ده ما فيش، يقول لك احنا هنا يعني ضربنا السلك ومتبهدلين، عندنا عوانس يا ابني جوه. فاستنوا وبار وهم قاعدين وشكلهم كويس، مش شكلهم مش وحش يعني. ليه؟ ما فيش رجاله عبرتهم، الرجاله اللي هناك اتجوزوا وخلصوا، وما فيش حد اجنبي بيجي، ما فيش حد بيجي من بره، ولا هم بيطلعوا بره، فقاعدين وهنا دي ظروفنا بقى. فتخيل الازمه ماشيه ازاي، وحضرتك مش عايز تهز طولك تروح تدور في المدن والقرى والنجوع. اللي عايز حاجه مهمه زي الزواج بيضحي عشانها، وانا ما بطلبش منك تضحيه، انا بقول لك بس ايه، وسع مداركك كده، ووسع مخك، وتعلم لغه روسي شويه عدله كده عشان بس تعرف تفهم معاها، ودعبس كده ايه في القرى اللي حوالين، مش هقول لك بعيد عن القريه ولا المدينه اللي حضرتك بتدرس فيها، القرى والنجوع والحاجات الصغيره. اقرف نفسك بس شويه في المشاوير دي، واركب ميكروباصات وتشعبط وكده، وروح بس ايه من غير ما تعرف حد هناك، روح بس كده واتفرج على الناس، اتكلم مع الناس، شوف ظروفهم ايه، شوف عايشين ازاي، فين العوانس اللي عندكم هنا، طب في نوع صغير طيب شويه في السن مقبول، هتلاقي في حاجات كويسه، وفي هتلاقيهم هم اللي جم، هتتشاور كده، المقرر هيجي لك يعني، هو من غير ما تشاور حد. وناس عايز تتعرف عليك وتقول لك ايه ده شعرك العجيب ده، وايه حواجبك دي، وايه رموشك دي، هتلاقيهم بيستكشفوك كده كانك كائن فضائي. وفي الاخر هتلاقي واحده منهم بس ايه هي اللي حبتك، ومش بس عشان مش بس عشان مختلف، ولكن علشان حضرتك طبعا، عشان مختلف دي الكلوتش المفتاح، ولكن هتحبك علشان شخصيتك، علشان انت راجل هتتعلم تعليم عالي، وراجل هتبقى طبيب ولا تبقى مهندس، وراجل عندك امال وعندك طموحات وقادر تفتح بيت وشيك كده في نفسك وبرنس في نفسك، وبتعرف تقنع اللي قدامك يعني، ماشي حالك يا ابني. المهم في ناس عندها المزايا دي كلها، بس حاشر نفسه ببنات مرتبطه، بنات بتدور على واحد اليجارخ، واحد مليونير، بيدور على بنات مقضيها مع ثلاثه اربعه في نفس الوقت، بيدور على البنت الكاشيره اللي على السوبر ماركت اللي هي صديقه الجماهير وصديقه الطلبه اللي عارفاها 100 في نفس الوقت، وده اللي يعزمها على ايس كريم، وده اللي يعزمها على سينما، ومقضيها حياتها كده. زنق نفسك في الخمسه سته دول، ما تطلع بره يا عم وشوف المدن الثانيه. هو لازم اقول لك الكلام بالمباشر؟ ما تفهم يا اخي. يلا كلام خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قعدتكم ما يتشبعش منها وما بزهقش منكم، والكلام ليكم يعني تفرد له الصحف الصبح، ولكن الحلقه خلصت. فشوفوني الحلقه الجايه ان شاء الله، اقول لك كلام اكتر وتفاصيل اكتر. كلام النهارده كان معظمه للطلبه اللي عايز تتجوز. هتتجوز كان بها حبيبي، هتقعد تضيع وقتك في الخمسه سته اللي قلت لك عليهم، ما انتش حبيبي، بس هتتفرج عليا برضو، هتلاقي حلقه ثانيه ان شاء الله هتنفعك وهتقنعك، وساعتها هبارك لك برضو، ما انا لازم ابارك لك في الاخر. يلا ربنا يتمم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، وحفظ الله، السلام عليكم.